وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وماذا بعد الموت؟ اسمع القرآن وهو يحذر وينذر ويذكر بشدة الشدائد والأهوال، فقال سبحانه مذكرا بأهوال ذلك اليوم: ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. اللهم يا رب، من نشر هذا المقطع اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب، واجعله شريكا لنا في الأجر يا رب.